اهلا بكم وفيديو جديد مع دكتور ميك. في الفيديو ده هنتكلموا عن البكتيريا الايروبيك وسبور فورمرز وجرام بوزيتيف وكمان باسيلاي. هناخد مثال منها وهو عباره عن الباسيلس انثريسيس. والبكتيريا الباسيلس انثريسيس دي بتسبب مرض بيطلق عليه الجمره الخبيثه او بيطلق عليه الانثراكس. والانثراكس ده هنعرف في الفيديو ده ايه هو الانثراكس، وكمان هنعرف ايه هو الباثوجينيسيس بتاع هذا المرض، وكمان هنعرف ايه هو التريتمنت، وكمان اللاب دايجنوزيس للانثراكس اسوال. كل ده هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بكم. تعالوا في البدايه اوريكم دايجرام. الدايجرام ده بيوضح التقسيمه بتاعه الجرام بوزيتيف باسيلاي، واللي احنا هنتكلم فيها عن جزء في الفيديو ده وكمان في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. لو بصيت في الدايجرام ده هتلاقي ان الجرام بوزيتيف باسيلاي بتنقسم الى نوعين من البكتيريا. نوع بيكون سبورز وده بيطلق عليه سبور فورمينج بكتيريا، والنوع الثاني هو النون سبور فورمينج بكتيريا. والنون سبور فورمينج بكتيريا ده احنا مش هنتكلموا عنه، فبالتالي تعال نشوف ايه هي النوعين او الانواع اللي احنا هنتكلم عنها في السبور فورمر بكتيريا، ومنها الباسيلس بكتيريا او الباسيلاي. والباسيلاي في منها نوعين هنتكلم عنهم، في نوع ايروبيك ونوع انيروبيك بكتيريا. فالنوع الانيروبيك بكتيريا اللي هو الكوليستريديوم ده هنسيبه لان شاء الله الفيديو القادم، والنهارده هنتكلموا بس عن البكتيريا الباسيلاي جرام بوزيتيف وكمان ايروبيك بكتيريا. ودي هناخد منها نوعين من البكتيريا. اول نوع بيطلق عليه الباسيلس انثريسيس، والباسيلس انثريسيس دي بيتكون مرض بيطلق عليه الانثراكس، وده طبعا مرض خطير جدا بيطلق عليه ليثال ديزيز. والنوع الثاني من البكتيريا الجرام بوزيتيف باسيلاي باسيلس بيطلق عليها باسيلس سيريس، والبكتيريا دي هي اللي بتسبب الفود بويزن. ودلوقتي تعالوا نشوف اول نوع من البكتيريا اللي معانا اللي هي الباسيلس انثريسيس. بتسبب مرض بيطلق عليه الانثراكس، والنوع ده من البكتيريا بيطلق عليه انه الوحيد اللي بيطلق عليه الاوبليجيت باثوجين ويزن ذا جينس باسيلس. ومرض الانثراكس ده كلاسيفايد از بيطلق عليه زونوزيس، وزونوزيس معناها انه مرض بيصيب الحيوانات وبينتقل من الحيوان الى الانسان. والبكتيريا باسيلس انثريسيس دي جرام بوزيتيف واندوسبور فورمينج، يعني انها بتستطيع انها بتكون سبورز زي ما انت شايف كده في الصوره اللي قدامك، و فيري ريزيستنت مقاومه، والسبورز بتستطيع انها كمان بتقاوم درجات الحراره العاليه. والسبورز دي بتتكون فقط خارج الانيمال بادي. امال ازاي بتصيب او بتعمل اصابه؟ ان بيحصل كونتامينيشن بالسبورز بتاعت البكتيريا دي داخل مثلا الفود، او ممكن الانهيليشن عن طريق الانسان. وبرضو زي ما انت شايف في الصوره عباره عن باسيلس بيطلق عليها رود شيب ونان موتايل، وبتكون كمان كابسول. الكابسول ده من نوع البولي بيبتايد، وخلي بالك ان نوع الكبسول ده بولي بيبتايد وليس بولي ساكرايد زي الستاف اريس اللي شفناها قبل كده. والنوع ده من البكتيريا بيستطيع ان هو ينمو في الميديات النورمال او النيوترانت ميديوم العاديه جدا في ظروف ايروبيك او اندر انيروبيك كونديشنز. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه هو الفيرولنس فاكتورز بتاع الباسيلس انثريسيس. والباسيلس انثريسيس دي ليها التو فيرولنس فاكتورز. فاول فاكتور هو عباره بيطلق عليه الاكسترا سيلولر توكسينز، اي انها بتستطيع انها تفرز بعض التوكسينز خارج الخليه، ودي بتحتوي على 3 بروتينز، او هي دي اللي بتخليها بتقوم بانها بتسبب بعض الامراض. فاول بروتين معانا بيطلق عليه الايديما فاكتور، والإيديما فاكتور ده عبارة عن إنزيم بيطلق عليه أدينايل سايكليز، والأدينايل سايكليز إنزيم ده بيعمل مع الليثال فاكتور مع بعض، هما الاثنين بيعملوا مع بعض إفكت، وبيستطيعوا إنهم يأثروا وبيعملوا إميونو سبريسيف إفكتس،
والاميونوسبريسيف افكتس ده معناه ان التاثير له بيعمل بيأثر على المناعه وبيعمل انهيبيشن للاميون سيستم. وتاني نوع من البروتينز اللي معانا اللي هي بيطلق عليها او تاني فاكتور بيطلق عليها الليثال فاكتور. والليثال فاكتور ده زي ما قلنا في الإديما فاكتور ان هو برضو بيسبب او بيعمل الاميونوسبريسيف افكت وكمان بيعمل دامج للاندوثيليال سيلز فانكشن. والاندوثيليال سيل فانكشنز دي عباره عن طبقه من الخلايا ودي اللي هي بتغلف البلاد فيزلز ووظيفتها انها بتعمل اكستشينج ما بين البلاد ستريم وكمان بين التيشو اللي حواليها. فبالتالي هذا النوع من الليثال فاكتور بيأثر على وظيفة الخلايا دي وكمان بيسبب حاجة اسمها السيل أبوبتوزيس. والأبوبتوزيس دي عبارة عن بيطلق عليه السيل ديث. أما البروتين الثاني فده بيطلق عليه البروتكتيف أنتيجين. والبروتكتيف أنتيجين ده هو اللي بيسمح للتوكسينز الإديما فاكتور والليثال فاكتور إنهم يدخلوا الانتر الهوست سيلز. وتاني فاكتورز بعد التوكسينز أو الإكسترا سيلر توكسينز هو عبارة عن الكابسولار بوليبيبتايد. والكابسولار بوليبيبتايد زي ما قلنا قبل كده انها من بوليبيبتايد وليس بوليساكرايد. ودي بتتكون من بوليبيبتايد بيطلق عليه الدي جلوتاميل. والكابسول دي بتمنع الفاجوسيتوزيس بروسيس. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه هو مرض الانثراكس. ومرض الانثراكس ده بيطلق عليه بكتيريميا. وبكتيريميا زي ما قلنا قبل كده ان هو مرض بيصيب البلاد ستريم. وزي ما احنا عارفين ان مرض الجمرة الخبيثة او الانثراكسس ده مرض خطير جدا. وقلنا انه زونوسيس وزونوسيس معناه ان هو اساسا بيصيب الحيوانات وبالتالي بينتقل من الحيوان الى الانسان. وزي ما انت شايف كده في الصورة اللي قدامك دي عبارة عن لايف سايكل بتاعت مرض الانثراكس. اول حاجه بيصيب طبعا الحيوانات زي ما انت شايف كده زي مثلا الكاتل والشيب والهورس. وبعد كده ممكن يروح ينتقل عن طريق بعض الموسكيتوز والموسكيتوز تروح على جلد الانسان وبتبتدي تحقن المرض داخل الانسان فبالتالي بيصيب الانسان. او احيانا ممكن الحيوانات دي بالفيجيتاتيف سيلز بتروح في السويل وممكن الكونتاكت بتاع الهيومن ممكن يعمل انهيليشن لبعض السبورز بتاعت البكتيريا دي فبالتالي بيصيب الانسان. فطبعا الهيومن ده بيقام انفكتد لما بيحصل كونتاكت مع الحيوانات اللي هي المصابة. زي ما قلنا ان هو كمان بينتقل عن طريق السبورز بتاعت الباسيلس انثراكس. في 2001 في يو اس كان حصل مشكلة بسبب مرض الانثراكس ده وان لقوا 22 اصابة من المرض ده. ولقوا في 11 اصابة مصابة عن طريق الانهيليشن و11 اصابة اخرى مصابة عن طريق الجلد او الكيوتينيوس انفكشن. وفي ذلك الوقت في 2001 كان حصل مشكلة وذعر عالمي بسبب الانثراكس لان السبورز بتاعتها دي ممكن بتكون في صورة باودر. ولدرجة ان قالوا ان حتى الميلز او البريد الجوابات بتاعت البريد كانت بتتفحص علشان يشوفوا فيها سبورز من الانثراكسز دي ولا لا. فالبكتيريا دي بتستخدم لو انت بتسمع عن البيولوجيكال وور او الحرب البيولوجية بتستخدم هذا النوع من البكتيريا او السبورز بتاعت البكتيريا دي في النوع في هذا النوع من الحروب. ودلوقتي يلا ننتقل الى الباثوجينيسيس بتاعت مرض الانثراكس. الانثراكس باثوجينيسيس ليها ثلاث انواع من الباثوجينيسيس. اول حاجة بيطلق عليها الكيوتينيوس انثراكس. والكيوتينيوس انثراكس ده عبارة عن مرض شائع وبيصيب الانسان. والنوع ده من الامراض طبعا بيصيب الجروح الجلدية وكمان ممكن الميوكس ميمبرينز. فأي جرح ولو بسيط على الجلد ممكن يسبب الإصابة وغالبا بيصيب بيبقى في في الوجه وهو في ممكن في يجي في الرقبة وكمان أو على الأرمز.
وبيحصل انيكوليتد للمناطق دي اللي هي فيها جروح ولو بسيطة بالسبورز بتاعت الانثريسز، ودي جاية ممكن تكون جاية من السويل او حتى من الكونتامينيتد انيمال. بعد كده السبورز دي بتستطيع انها تدخل طبعا الجسم، وبيحصل لها طبعا تكاثر ملتبلاي، وكمان بتكون حاجة اسمها localized او systemic infection زي ما انت شايف كده في الصورة. وطبعا بتتكون حاجة بيطلق عليها البابيول، والبابيول دي بيحصل لها بعض التغيرات، وهذه التغيرات ممكن بتبقى في صورة necrotic black crustic ulcer او بيطلق عليها بعض القروح السوداء زي ما انت شايف كده في الصورة. وطبعا الليجن دي زي ما انت شايف كده في الصورة ليها سنتر واخد اللون الاسود، ولو المريض ما خدش الانتيبيوتيك البروبر انتيبيوتيك المناسب للحاله بتاعت الكيوتينيوس انثراكسس دي هتؤدي الى حاجه مرض بيطلق عليه السبسس ويؤدي الى الوفاه، والسبسس ده بيطلق عليه هو عباره عن تعفن في الدم. وتاني مرض معانا وهو عباره عن الانهيليشن انثراكس، وده بيطلق عليه الوول سورترز ديزيز، والمرض ده بيبقى كومن لما بيحصل استنشاء للسبورز بتاعت الانثريسز، وده ممكن يكون السبور ده استنشاء نتيجة الكونتامينيتد او السبور كونتامينيتنج داست، والداست ده بيكون محمل بالسبورز ده فبالتالي بيصيب الانسان، بيؤدي الى مرض بيطلق عليه الهيموريجيك نومونيا. والهيموريجيك نومونيا ده معناه التهاب رئوي مصاحب بنزيف، والمرض ده بيؤدي الى فيفر عالية جدا، وكمان بيصاحبه بين او الم في الصدر، وبيبقى طبعا خطير جدا لو التريتمنت او المعالجة او العلاج اللي بياخده المريض ما لم يستطيع ان هو يوقف الانفكشن. وده المرض ده طبعا بيصيب الناس اللي هم بيتعاملوا مع الصوف بتاع الاغنام اذا كانت الاغنام دي او الحيوانات دي انفكتد، وعلشان كده بيطلق عليه وول سولتر ديزيز. وتالت مرض بيطلق عليه الجاسترو انتستينال انثراكس، والمرض ده بيشبه تماما الكيوتينيوس انثراكس، ولكن هذا المرض بيبقى نادر الحدوث، ولكن اذا حدث هو بيصيب الانتستينال ميكوزا، وده بيحدث كمان اذا حصل ان المريض اكل بعض الاكلات اللي بتحتوي على بعض اللحوم وما كانتش مطبوخه كويس، بيطلق عليها poorly cooked، وبالتالي الميت دي اوريدي من حيوانات انفكتد، فعشان كده ممكن بتصيب الانسان. وبكده اتعرفنا على الثلاث امراض المصاحبه ل او المختصه بالباثوجينيسيس بتاعه الانثراكس. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه هو اللاب دايجنوزيس بتاع الانثراكس، ايه هي بعض الحاجات اللي محتاجين ان احنا نعملها في اللاب علشان نتعرفوا على الانثراكس. اول حاجه طبعا لازم تعملها هي عباره عن السبيسيمين كولكشن، او عباره عن انك انت طبعا تجمع العينات من المرضى. وطبعا العينات دي ممكن هتكون طبعا من الفلويد، اللي هو مثلا من سبيوتم اذا كان هذا المريض وعمل عملية انهيليشن لبعض السبورز فبالتالي حصل له بولموناري انثراكس، او ممكن يكون من الباس اللي موجود او اللي هو بعض الابس اللي موجودة على الجلد، ممكن تروح واخد منها العينة في حالة طبعا المالجنان بوستول. وبعد ما بتجمع هذه العينات بتقوم بعملية الكالتشر للبكتيريا دي، او بيطلق عليها الكالتشر كلينيكال سبيسيمين للباسيلس انثريس. والباسيلس انثريس دي المفروض انت لو جمعتها من السبيوتم او من الباس ده المفروض تحتوي على هذا النوع من البكتيريا، فعلى طول بتروح عامل كالتشر دايركت على البلادا جار، والبلادا جار طبعا بتلاقي ان فيه اذا حصل ان فيه كولونيز نون هيموليتيك بمعنى، والريجولار بوردر كولونيز معناها ان دي الصفات بتاعت الباسيلس انثريسيس.
وكمان بيتنميها على ميديا تانية بيطلق عليها البايكربونات ايجار، وده في وجود سي او 2 كربون داي اوكسيد، وهتلاقي الكولونيز هتلاقي سموث وميوكايد كولونيز. ولو بصيت في الصورة دي هتلاقي على ايدك اليمين في البلاد اجار، وتلاقي مفيش اي هيموليسيز، نامية بصورة طبيعية، ده معناه ان هي الانسرس. و على ايدك الشمال هتلاقي البليت بتاع البايكربونات، وهتلاقي انها واخده الشكل الكولونيز، واخده الشكل الميوكويد. وبعد ما تتاكد طبعا من الكولونيز اللي على البلاد اجار والبايكربونات ايجار، لازم محتاج طبعا تعمل جرام ستين، وجرام ستين دي شود بي جرام بوزيتيف وباسيلاي، وكمان بعض السبور فورمر او السبورز تكون موجوده. وكمان هتلاقي ان هذا النوع من البكتيريا هتلاقيها طبعا نون موتايل. ودي كانت بعض اللاب دايجنوزيس للتعرف على الانثراس. ودلوقتي تعالوا نشوف، عاوزين نتعرف على الكنترول والكنترول ميجرز علشان نتعرف على ازاي ان احنا نحمي الانيمالز بتاعتنا، فبالتالي نحمي انفسنا من هذا النوع من البكتيريا. فاول حاجه طبعا لازم تستخدم طبعا الجلافز وكمان البروتكتيف كلوزز لما بيحصل اي هاندلنج مع الانفكتد ماتيريالز او حتى بعض الحيوانات المصابه. وكمان لازم نعمل اميونايزيشن للانيمالز اللي هو التطعيمات بتاعه هذه الحيوانات ب لايف اتينيويتد فاكسينز، هنديها الفاكسينز المطلوب. وكمان نعمل كمان مفروض نعمل كمان فاكسينز او ندي تطعيمات للبيبل اللي هم بيتعاملوا مع الحيوانات. وهذه الفاكسينز يجب انها تكون بتحتوي على بيوريفايد بروتكتيف انتيجين علشان تكون ضد هذا النوع من المرض او الانثراكس. ودلوقتي معانا اخر حاجه وهي عباره عن التريتمنت، ازاي نعمل تريتمنت للانثراكس. لو فعلا كونفيرم هذا المريض عنده انثراكس او مصاب بالانثراكس، ده يجب ان هو ياخد الريكومندد انتيبايوتكس زي السيبروفلوكساسين والدوكسيسايكلين. دول اهم تو انتيبايوتكس ريكومندد للتريتمنت. اما اذا كان المريض عنده اشتباه بانه عنده مينينجايتس بنتيجه الانثراكس، والمينينجايتس ده عباره عن التهابات في الغشاء وبعض التورمات اللي بتغلف البرين، فاذا كان المريض ده عنده هذا النوع من المينينجايتس يجب انه ما ياخدش الدوكسيسايكلين، علشان الدوكسيسايكلين ده لا يستطيع ان هو لا يستطيع انه يعمل بينيتريت للسنترال نيرفس سيستم. اما السيدات الحوامل اللي عندهم الانثراكس او اللي هم عندهم بريست فيدنج او اللي هم بيقوموا بعمليات الرضاعه، دول ممكن ياخدوا مضاد بيطلق عليه الاموكسيسيلين. اما المرضى اللي هم عندهم انثراكس نتيجه الانهيليشن، يعني عندهم الام في الصدر نتيجه الانثراكس، ده طبعا ريكومندد انهم يستخدموا حاجه بيسموها المالتي دراج ثيرابي زي مثلا الفانكومايسين، وكمان ياخدوا مع بعض ما يسمى بالانتي توكسينز. وفي كمان بعض حالات الانثراكس نتيجه الانجكشن نجحت التريتمنت بانهم يعملوا سيرجيكال او بالتدخل الجراحي بانهم يعملوا ريموف او استئصال لبعض التيشو اللي هي حصل لها انفكشن. وطبعا طبعا يجب على المرضى انهم ياخدوا مع طبعا في وجود الانتي بايوتكس ياخدوا كمان بعض الفنتيليترز وكمان بعض السوائل وبعض الميديسين او بعض الادوية الاخرى علشان يظبط او يرفع ضغط الدم. وكمان في ادوية بتستخدم لعلاج هذا النوع من الامراض وهو عبارة عن مونوكلونال انتي بوديز، وده ابروفد في علاج وبروفيلاكسس بتاع او الوقاية بتاع هذا النوع من الانهيليشنال انثراكس. وده كان نهاية فيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى تكون استفدتوا ولو بحاجة بسيطة. اشكركم وربنا يوفقكم والسلام عليكم.